وهذا سائل من المغرب أبو رؤية إبراهيم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الترتيب في الأذكار بعد الصلاة من البدع؟ جوابك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ليس عندنا هناك دليل شرعي صريح يبين ترتيب الاذكار بعد الصلاه كان يقرا مثلا ايه الكرسي ثم يشرع بعد ذلك بالاذكار الثلاثه الثلاثه والثلاثين الى غيره لكن ياتي بهذه الاذكار بحسب ما اتفق لا يتقصد وصفا معينا في ترتيبها لم يقم عليه دليل، فإن تقصد وصفا معينا في ترتيبها ورتبها على وجه ما، وهو يعتقد استحباب ذلك، فهذا الترتيب بدعة، فإنه قد جعل هذا الترتيب عبادة في نفسه، وليس عليه دليل، لذلك يأتي بها حسب ما اتفق حسب ما تيسر لا يتقصد تقديم بعضها على بعض الا بدليل شرعي والله اعلم